طيب فاحنا احنا يعني زي ما قال محمود ومصطفى، مش عارف مين مصطفى او السيد، ان احنا كنا بنتكلم في الانكونسترينت اوبتمايزيشن الجوريزمز كويس، وكنا قسمناهم الى جزئين، الجزء الاولاني اللي هو دايركت والجزء الثاني اللي هو الديسنت. والفرق ما بين الدايركت والديسنت ان الدايركت بيستخدم فيه الفانكشن فاليوز بس، والديسنت بيستخدم فيه الجريدينت انفورميشن. فالدايركت اشهر حاجات مستخدمه استخدمنا فيه اللي هي الكونجكت دايركشنز باي باول كويس، والسمبلكس باي نيلدر اند ميد كويس. وبالنسبة للجزء اللي هو اللي احنا ابتدينا المرة اللي فاتت، اللي هو بدأنا نتكلم فيه على الديسنت ميثود كويس، يعني كنا قلنا المجموعة فيها شوية حاجات، فيه اللي هو الستيبس ديسنت والفليتشر ريفز اللي هي كونجكت جريدينت ميثود، والحاجتين اللي احنا ما اتكلمناش عنهم او المجموعه اللي احنا ما اتكلمناش عنها لسه اللي هي نيوتن وماركريدت ميثود وكوازي نيوتن ميثود كويس. الستيبس ديسنت زي ما قلنا قبل كده هي مجرد ان انا بس بمشي في اتجاه النيجاتيف جريدينت كويس، لان هو ده الموست رابيد ديكريس للفانكشن. وقلنا ان مشكلته ايه، دي المشكله الرئيسيه في الكونجكت جريدينت، ان هو سوري ان الستيبس ديسنت المشكلة الرئيسية في إن هو إيه؟ هنوصل في عدد iterations كتير عشان هو بيتغير مع كل point. إن هو عشان هو عنده local property، فاللوكال بروبرتي دي بتخلي الإيه الكونفرجنس إيه بطيء شوية، فعشان كده إيه يعني بنحتاجه أو بنستخدمه في، ممكن نستخدمه في أوقات معينة عشان يدينا large steps كويس، بس يعني محتاج ان احنا نغير الدايركشن every now and then يعني تمام. فده قلنا المره اللي فاتت اللي هو ستيبس ديسنت. انا براجع بس بسرعه كده على الحاجات المهمه، الكونجكت اللي هو الكونفرجنت كريتيريا اللي احنا كنا بنعمل بيها ستوبنج للالجوريزم، قلنا 3 حاجات. ايه بقى هي؟ كل واحد يقول واحده كده عشان اعمل ستوبنج للالجوريزم. بدأتوا تعملوا امبلمنتيشنز بقى، فالمفروض يكون في يعني نعمل رسوم للالجوريزم بـ3 طرق. ايه اول واحده؟ ان احنا وصلنا عند بوينت الجريدينت عندها وصل زيرو. ماشي، يبقى في ان انا لو حسبت الجريدينت عند نقطه وطلع النورم بتاع الجريدينت ده بصفر كويس، يبقى انا وصلت. بس طبعا صفر ده الابسولوت زيرو ده مش موجود في النيوميريكال، فبنقول ايه، فبنقول ابسلون. دي طريقه. الطريقه الثانيه من الفرق ما بين الستيب اللي أنا فيها والستيب اللي قبلها الإكسات يعني أصغر تمام من حاجة معينة. بالظبط، ان يكون النورم ما بين النورم بتاع الستيب اللي انا مشيتها، اللي هي الفرق ما بين الكرنت بوينت والبريفيوس بوينت ريلاتيف للبريفيوس بوينت اقل من رقم معين، بل انذر ابسلون، يبقى دي انذر كريتيريا فور ستوبينج الالجوريثم. ايه اول واحده بقى؟ قلتوا الثانيه والثالثه، نسيتوا الاولانيه. الاولانيه كانت ايه بقى؟ على مين؟ يبقى على الجريدينت ماشي وعلى البوينت ماشي، فاضل بقى حاجة اللي هي الاوبجكتيف فانكشن الاوبجكتيف فانكشن نفسها. بالظبط، الاوبجكتيف فانكشن نفسها لو الديفرنس ما بين الكرنت والبريفيوس وذ ريسبكت تو ذا بريفيوس اقل من ايبسلون، يبقى اي كان ستوب. الديريفيتيف النورم اقل من ايبسلون ستوب، اور ان البوينت تبقى يعني النورم كويس، او الستيب اللي هي الفرق ما بين الكرنت بوينت والبريفيوس بوينت النورم بتاعها اقل من يعني نسبة معينة with respect to النورم بتاع ال current point برضو I can stop. وقلنا لو ال current point بتاعتي قريبة من الصفر أعمل إيه في الأخير ده؟ لو النقطة بتاعتي ال optimum point zero أو حاجة قريبة من zero، أنا كده هقسم على zero لأن النورم هيبقى بصفر، فأعمل إيه علشان يعني أطلع من المشكلة دي؟ قلتها في وسط الشرح كده، قلت إن إحنا نضيف على الشرط الأخير ده، نحط هنا 1 بلس، نحط 1 بلس، فكده يبقى أنا منعت إيه؟ منعت ال إن هو يقسم على زيرو كويس، فده يخليني أباي باس البروبلم دي. طيب
وخدنا مسألة على السيبس ديسنت وقلنا النورم بتاعها بيقل، بس في بعد خطوتين وصل للفاليو دي which is not optimal، يبقى still I can I can move forward لسه. وان رحنا بقى للحاجة اللي هي الجديدة اللي هي الفليتشر ريفز ميثود، اللي هي مرتبطة بالكونجيجيت دايركشنز الجوريزم او تكنيك اللي احنا قلناها بباول. وقلنا الكونجيجيت دايركشنز it means ان انا عندي دايركشنز كونجيجيت with respect to matrix A، ودي quadratically convergent لو البروبلم بتاعتي quadratic، او انا قربت من الايه من الـ من الاوبتيمم. لو انا قريب من الاوبتيمم، لما اكون قريب من الاوبتيمم فغالبا الايه فغالبا الفانكشن بتبقى واخده شكل كيرفد ناحيه الاوبتيمم شويه وكانه quadratic يعني، فده كان وصلني بعدد من الايتريشنز يعني finite number of A of iterations يعني. وقلنا بقى ان انا في حاله الكونجكت دايركشنز كويس، الالجوريزم الجنرال الالجوريزم انا بيبقى عندي مجموعه من الايه من الكونجكت دايركشنز اس 1 لغايه اس ان، وبجنريت سيكونس من البوينتس باستخدام النقطه كرنت بوينت بلس لامدا اي ستار في اس في اس اي، والاس اي ده المينيمايزر في 1 دايمنشنال مينيمايزر كويس، واحنا اثبتناه المره اللي فاتت ان هو كان بيجيفن بالايه بالعلاقه دي نيجاتيف في الدايركشن في الجراد على الدايركشن في الايه في الايه في الدايركشن كويس. طبعا الحته اللي تحت دي كوادراتيك فورم فتطلع كونستنت، وطبعا ايه الدايركشن في الجريدينت برضو انذر كونستنت فيطلع لها فاليو يعني. استنتجنا الكلام ده المره اللي فاتت وقلنا ان بالنسبه للايه للجريدينت بتاع الكوادراتيك فانكشن is always given by AX is at B، واستنتجنا ان الجريدينت at the previous at the current point بيساوي الجريدينت of the previous point زائد لامدا ستار في AS، اثبتناها برضو ده طلعنا منه اللامدا ستار. طيب بعدين اتكلمنا بقى على الكونجكت دايركشنز، قلنا الكونجكت دايركشنز دي ببساطة كده ان انا ايه لو انا عندي كوادراتيك فانكشن، انا ببتدي دايما بالكوادراتيك فانكشن كويس، واحنا قلنا يعني المرة اللي فاتت قلنا الكوادراتيك فانكشن ليه بالنسبة لي مناسبة، لأن أنا يا أما أيذر إن هي النونير فانكشن اللي هي مش كوادراتيك هتاخد وقت أطول شوية iteration wise يعني أنا أوصل للأوبتيمم، أو إن أنا أي كان يعني يعني أي كان يعني أبروكسيميت النون كوادراتيك فانكشن أو النونير فانكشن يعني at each point باستخدام quadratic model واعمل له minimization بالطريقه اللي احنا بنتكلم عنها conjugate gradient يعني، فاوصل في عدد قليل من الايتريشنز واوصل لنقطه جديده احسن، واعمل quadratic model تاني عند نقطه جديده وابتدي امشي ايه بالطريقه دي يعني. فالطريقه بتاعت ال conjugate gradient ان انا بعمل ايه، ان انا باخد بحسب ال gradient ازاي او ال conjugate directions ازاي، ان انا بقول ال direction الجديد بيساوي الدايركشن القديم في بيتا بلس نيجاتيف الجريدينت ات ذا كرنت بوينت كويس. فانا اجيب النيجاتيف الجريدينت، انا عندي النقطه موجوده اللي انا وصلت لها اجيب الجريدينت عندها، اجيب نيجاتيف الجريدينت عندها وعندي البريفيوس دايركشن كويس اضربه في بيتا، بحيث ان يبقى الدايركشن الجديد اللي هو اللي انا واقف عنده اللي هو اس اي اللي انا همشي في اتجاهه في الخطوه اللي جايه كويس يكون كونجوجيت على الدايركشن ده، فده هيديني ايه هيديني كونديشن على البيتا بقدر احسبها كويس ان تبقى البيتا is determined such that the two directions دول يبقوا conjugate with respect to matrix A، فاقدر اوصل للايه للشكل اللي هو قلناه المره اللي فاتت اللي هو S i minus 1 transpose A grade grade F i على ال quadratic form at the A at S i minus 1 كويس. وقلنا ان انا في عندي اقدر استنتج ان البيتا دي في الاخر اقدر اوصل ان هي تبقى عباره عن النورم بتاع البريفيوس النورم بتاع الكرنت جريدينت على النورم بتاع البريفيوس جريدينت، دي كان بي بروفن بواحده من الميثود سوري واحده بس من الثيرمز اللي احنا قلنا هنثبتهم لما نتقابل ان شاء الله عشان ايه تبقى نعملها على البورد يعني. قلنا عندي تو ثيرمز الايه اول ثيرم المنطوق بتاعها ان الجريدينت ات ذا كرنت بوينت اورثوجونال على كل البريفيوس سيرشنج دايركشن اللي هي الاس اي والاي دي من واحد لغايه كي ماينس 1 ماشي، يبقى ال current gradient is orthogonal على all the previous search directions كويس، ودي can be proven by mathematical induction هنقولها بالتفصيل بقى المرة الجاية إن شاء الله. والثيرم التانية إن مش كده وبس، كمان ال current gradient is orthogonal على كل ال previous gradient at the previous point ماشي.
اللي هي جيفن بالايه بالعلاقه دي. كويس، ومن الحاجتين دول قدرنا نستنتج ان اللامدا ستار كويس كان بي جيفن بالعلاقه دي، واللي هي النورم عند الكرنت بوينت على الكوادراتيك فورم للسيرش دايركشن، وكمان البيتا كان بي بروفن ان هي يعني كان بي بروفن ان هي كان بي جيفن بالعلاقه دي اللي هي النورم عند الكرنت بوينت على النورم، النورم بتاع الجريدينت ات ذا كرنت بوينت over the norm of the gradient at the previous point. فخدنا example، ده الالجوريزم يعني كويس، وخدنا عليه example حليناه كويس، ويعني برضو يعني دول الحاجتين اللي هم اشتغلنا بيهم، خدنا example وفعلا وصلنا في 2 iterations بالظبط، يعني جبنا الايه، جبنا المينيوم طلع الجريدينت عند النقطة الثانية كويس ال x3، يعني ابتديت ب x1 دي initial، وبعدين مشيت خطوة والثانية جبت ايه x3، الجريدينت اللي عندها طلع بايه بصفر، دي كوادراتيك فانكشن طبعا. فانا كده قدرت اثبت ان باستخدام الكونجكت جريدينت اقدر اوصل للايه للمينيمم في فاينات نمبر اوف ستيبس بيساوي الدايمنشن بتاع البروبلم او اقل يعني. النهارده بقى هنبتدي نكمل بقى في الايه في الاتجاه ده. اول طريقه اللي هي نيوتن ميثود كويس. فنيوتن ميثود ببساطه ان انا لو انا عندي كوادراتيك ابروكسيميشن للفانكشن اف ات ذا كرنت بوينت كويس، او الفانكشن نفسها كوادراتيك، لو الفانكشن كوادراتيك او عملت كوادراتيك ابروكسيميشن للفانكشن باستخدام السكند اوردر تيلور اكسبانشن، فكان بي جيفن بالعلاقه دي هتبقى اف اوف يعني عند الكرنت بوينت اف اوف اكس اي، حسبت الفانكشن والجريدينت والهيسيان كويس، وكونت الكوادراتيك فورم اللي احنا ايه اتعودنا عليه وعملناه قبل كده كتير. فانا دلوقتي عايز ايه، لو انا عايز احسب المينيمم بتاعت الفانكشن دي، فعشان احسب المينيمم بتاعت الفانكشن دي يبقى انا هجيب الجريدينت اساويه بالصفر، هجيب الجريدينت بتاع الفانكشن دي اساويه بالصفر. لما اجيب الجريدينت ده كونستانت هيروح، فالجريدينت او الديريفاتيف بتاع الفانكشن دي او الجريدينت بتاع الفانكشن دي وذ ريسبكت تو اكس، فالديريفاتيف ده مضروب في كونستانت فيبقى جراد اف اي كويس، اساويه بالصفر يبقى جراد اف اي. فلما اعمل ديريفاتيف ده هيروح يبقى بصفر، الديريفاتيف بتاع ده وذ ريسبكت تو اكس هيبقى انا بعمل ديريفاتيف دي ترانسبوز، فيبقى الديريفاتيف بتاعي يطلع بواحد بس مضروب في الايه، مضروب في الكونستانت، الكونستانت بتاعي هيبقى هو الجراد اف، يبقى عندي جراد اف اي اوكي كويس. وبعدين الديريفاتيف وذ ريسبكت تو اكس للايه للجزء ده، دي الاكس ظهرت مرتين فكانها هتبقى 2 هيروح مع الهاف، يتبقى ايه بقى يعني نابل سكوير دي اف في اكس ماينس اكس اي، يبقى الديريفاتيف هيطلع ايه في الاخر، يطلع فيه جراد اف زائد نابل سكوير دي اف اكس ماينس اكس اي بيساوي صفر. وانا عايز اجيب الاكس الجديده كويس، فهودي الجراد اف ده الناحيه التانيه بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف جراد اف، واجيب الانفرس بتاع الايه بتاع البلاسيان كويس، فالانفرس بتاع البلاسيان يبقى اللي هو الهيسيان يعني يبقى الانفرس، واضربه في الجراد واودي الاكس اكس اي الناحيه التانيه كويس. وصلت للايه، وصلت للشكل ده. طبعا في يعني في اي مشكلة يعني في التعريف بسرعة ده ولا لازم اكتبها؟ يعني هي بسيطة يعني ان شاء الله كويس. فانا دلوقتي بقى انا كده اجيب انا الستيب بتاعتي كأن يعني لو يعني اقول الاكس اي اكس اكس اي بلس 1 ماينس اكس اي كأنها ايه، كأنها الستيب كويس. فالستيب بتاعتي كأنها يعني هي نيجاتيف النابلا سكويرد اف انفرس في ايه في الجراد اف، يعني ده كانها هي دي ايه دي اسمها اس نيوتن يعني كويس. طيب فالاس نيوتن ده دي بنسميها ايه، نيوتن ميثود او اللي هي نيوتن دايركشن يعني. فنيوتن دايركشن ببساطه كاني بجيب ايه، بجيب الهيشين كويس ات ذا كرنت بوينت، واحسب منه اجيب الانفرس بتاعه واضربه في الجريدينت عند الكرنت بوينت، فده يديني ايه، يديني النيوتن ستيب كويس. النيوتن ستيب ده مشكلتها ايه بقى؟ اولا النيوتن ستيب ده از ديسنت دايركشن. ليه ديسنت دايركشن؟ ديسنت دايركشن عشان انا لو انا يعني اثبت ازاي ان هو ديسنت دايركشن، مين يقول ايه الطريقه انا اثبت بيها ان هو ديسنت دايركشن؟ عشان اثبت ان direction is descent direction اعمل ايه؟ ممكن اضرب في الجراد بتاع البوينت دي اه وهيطلع نيجاتيف. طيب لما اضرب في الجراد، لو ضربت في الجراد يبقى انا كاني بعمل ايه؟
يا اما بضرب في الجراد ترانز، يبقى الترانسبوز الجراد ترانسبوز في ده، يبقى عندي نيجاتيف جراد ترانسبوز في ماتريكس في جراد، مش كده؟ طبعا الجراد ترانسبوز والجراد يمين وشمال، يبقى انا بتكلم على دي بنسميها هي لما يكون عندي فيكتور مضروب في ماتريكس، فيكتور ترانسبوز مضروب في ماتريكس في الفيكتور نفسه، quadratic formula دي بنسميها ايه؟ quadratic كوادراتيك فورم. formula اه كوادراتيك فورم. فالكوادراتيك فورم كويس، معناها لما يكون عندي اكس ترانسبوز اي اكس، ده يبقى ده دايما اولويز نيجاتيف، صح كده؟ اقل من الصفر، لان انا في عندي نيجاتيف ساين. كويس، يبقى اولويز نيجاتيف، بس في شرط. ايه الشرط عشان ده يبقى اولويز نيجاتيف؟ ان الايه، عشان يبقى لما يكون عندي اكس ترانسبوز اي اكس، بقول ان هو اكبر من الصفر. كويس، امتى ده يبقى اكبر من الصفر؟ لما لما يبقى يكون ده الـ بوزيتيف A ديفينيت. positive definite. ايوه بالظبط، لما يكون الاي بوزيتيف ديفينيت، صح كده؟ فيبقى لو الاي بوزيتيف ديفينيت، كويس، الماتريكس الانفرس بتاعها هيبقى بوزيتيف ديفينيت. كويس، ويبقى الكومبينيشن ده يبقى اقل من الزيرو عشان فيه نيجاتيف عندي. كويس، يبقى الدايركشن ده ايه؟ ديسنت دايركشن. كويس، يبقى هو اقل من الصفر، يبقى هو فانكشن فيه بتقل يعني. بس الشرط اللي احنا اللي هو قلناه من شويه، ان هو لازم يكون ايه، لازم يكون البروبلم بتاعتي لازم تكون اللي هو الهشن يكون عند الكرنت بوينت دي، يبقى ايه، يبقى بوزيتيف ديفينيت. طيب عشان يبقى بوزيتيف ديفينيت، ده شرط لازم يبقى موجود. كويس، امتى يبقى الهيسيان بوزيتيف ديفينيت؟ لما يكون ايه، لما اكون قريب من المينيمم، مش كده؟ لما اكون قريب من المينيمم، يبقى الشكل، شكل المسألة بتاعتي او شكل الكيرف بتاعي كوادراتيك، مش كده؟ يعني يبقى حاجة عامل زي الكونفكس فانكشن يعني. وطالما هو عامل زي الكونفكس فانكشن، يبقى انا يعني اقدر ايه، اقدر اسيوم ان لو الفانكشن كونفكس ابوردز، يبقى الهيسيان عند نقطة في المنطقة دي هتبقى الهيسيان اللي هو بيمثل السكند ديريفاتيف يعني، كأنه كونفكس اب، يبقى هو يطلع بوزيتيف ديفينيت يعني. فهنا الليميتيشن اللي موجود على البروبلم ايه؟ الليميتيشن اللي موجود على البروبلم انه ان تبقى ان انا بكون قريب من الايه، من المينيموم. يبقى انا النيوتن دايركشن دي هتبقى كويسه، كويس، او النيوتن ميثود دي هتبقى كويسه اولا لو الفانكشن بتاعتي يعني كوادراتيك، كويس، تكون هي واخده نفس الشكل ده يعني، او ان يبقى عندي ال يعني ان ابقى اكون قريب من المينيموم، وبالتالي يبقى اقدر انا قريب من المينيموم يعني في الفيزينتي بتاعت المينيموم، وبالتالي تبقى شكل الفانكشن برضو واخده شكل الكوادراتيك فورم، فيبقى عندي يبقى اقدر ايه، اقدر اعتمد عليه. عشان كده كمان شويه يبقى في عندي هايبريد ميثود ما بين السيريس ديسنت والنيوتن. كويس، احتاج ان انا يعني اعمل بقى اخد ستيبس في اتجاه معين في الاول، في اتجاهات معينه في الاول، وبعدين امشي في الاتجاهات في اتجاه يعني ستيبس ديسنت في الاول، وكل ما اقرب من المينيمم او في يعني قرب الاخر، كويس، ابتدي اخد ايه، نيوتن دايركشن. نيوتن دايركشن الميزه بتاعته ايه؟ ان هو في ميزه وفي عيوب، عيوب خطيره يعني تخليني ما الجاش ليه يعني. بس الميزه انه هو إيه، احنا كنا اتكلمنا على الكونفرجنس، قلنا ايه، قلنا في عندي حاجه اسمها كوادراتيك كونفرجنس، في عندي حاجه اسمها لينير كونفرجنس، في حاجه اسمها يعني سب لينير وسوبر لينير. كويس، فاللينير كونفرجنس السيبس ديسنت از ايه، از لينير كونفرج، هذا لينير كونفرجنس يعني. كويس، النيوتن ميثود كويس از كوادراتيك كونفرجنس، هذا كوادراتيك كونفرجنس يعني. كويس، اي حاجه بستخدم فيها الترو هيسيان في البروبلم بتبقى ليها ايه، ليها كوادراتيك كونفرجنس. كويس، طيب العيوب ايه؟ طبعا هنا ايه الشكل اللي انا شايفينه ده، بيقول لي لو انا واقف عند، لو البروبلم بتاعتي كوادراتيك وانا واقف عند نقطه، كويس، ولو انا خدت نيوتن ستيب، كويس، النيوتن ستيب هتوصلني للمينيموم في ايه، في 1 اتريشن، وهناخدها دلوقتي بنيوميريكال اكزامبل حالا يعني. اوكي،
بس الديس ادفانتج ايه بقى؟ الديس ادفانتج ان انا علشان استخدم نيوتن ميثود محتاج ان انا ايه اشتغل بالايه بالميثود دي او بالفورمولا دي. فالفورمولا دي فيها شوية حاجات مش لطيفة. يعني اولا ان انا عندي هحسب الهيسيان، ثانيا هعمل لها انفرجن، ثالثا هضربها في الجريدينت. فكل دي اوبريشنز ايه اوفر هيد عالية على الايه على الالجوريزم يعني. كويس. فده هيخلينا بقى يعني يعني ك يعني يساعدنا او يخلينا نفكر ان احنا ايه نستخدم طرق تانية يعني تكون لها نيوتن سبيريت بس ما هيش نيوتن بالظبط يعني. ماشي. هتبقى ايه دلوقتي؟ هنشوف الكلام ده. فانا دلوقتي لو انا اولا بس ايه قبل ما نروح للميثودز التانية دي، احنا هنا واخدين حاجة اسمها فول ستيب. فول ستيب يعني ايه؟ يعني نيوتن ستيب دي ده الاس مش كده؟ احنا كنا دايما بنعمل ايه عشان نجيب الاكس اي بلس 1 والاكس اي بلس لامدا ستار في الايه في الستيب مش كده؟ فالستيب بتاعتي كويس لو انا هاخد فول ستيب يبقى انا هاخد فول ستيب يبقى انا هاخد النيوتن ايه نيوتن دايركشن ده. كويس. في فاريشن من النيوتن دايركشن ده ان انا ايه بدل ما اخد اللامدا بواحد كويس اللي هي تبقى ما فيش لامدا ياخد النيوتن دايركشن مباشرة يعني، ان انا ايه اعمل ايه اعمل اعملها لامدا ستار واجيب اللامدا ستار اشوف ايه احسن دايركشن في الايه في الاتجاه ده يعني. تمام. فبرضه تتحول ان انا وان دايمنشن وان دايمنشن مينيمايزيشن بروبلم في اتجاه الايه الستيب دي. فده ايه ده ساعات بي ايه بيديني يعني بيتر كونفرجنس يعني. كويس. بس النتيجه زي ما قلنا من شويه ان انا عندي البروبلم بتاعتي يعني النيوتن دايركشن ده اذا لوكال كوادراتيك لوكال كوادراتيك كونفرجن نير اوبتيمم، فانا ما بستخدموش غير لما بكون قريب فعلا من الايه من الاوبتيمم يعني. والديس ادفانتجز بتاعته زي ما قلت الايه الثلاث حاجات دول اللي هو انا بحسب ايه بحسب ال يعني بكالكوليت الايه الهيسيان واعمل لها انفرجن كويس وكمان اضربها في الايه في الجريدينت يعني. فدي كلها خطوات بتبقى زيادة على الالجوريزم تخلي يعني موضوع very difficult، لان في كتير من الاحيان عشان احسب الـ يعني الجريديانت عشان احسب الهيسيان يعني بيبقى صعب جدا. كويس. وممكن بقى ما اقدرش يعني في كل iteration ده بيبقى اوفر هيد على الايه على البروبلم يعني. تمام. وكمان الانفرجن كمان دايما عشان اجيب الانفرس بتاع ماتريكس ده احنا خدنا تكنيكس كتيره مختلفه ازاي نجيب بيه يعني الكلام ده. فالموضوع بيزداد صعوبه يعني. كويس. احنا خدنا مثلا ايه اكزامبل على سبيل المثال المساله دي احنا حليناها المره اللي فاتت وحسبنا الجريدينت وحسبنا الهيسيان. الهيسيان كانت 4 2 2 2 زي ما شفنا يعني. فلو انا لو انا عايز يعني اطبق النيوتن دايركشن، فعشان اطبق النيوتن دايركشن هضرب الايه هضرب النيجاتيف هجيب الانفرس بتاع دي الاول وبعدين اضربها في الجريدينت بالنيجاتيف يعني. كويس. فانا لو عملت كده هيطلع ايه هيطلع وجمعتها على النقطه الابتدائيه اللي هي 0 و0 هتطلع الايه تطلع الاكس 2 تطلع نيجاتيف 1 1.5. فلو حد منكم فاكر البروبلم دي احنا كنا حليناها كانت ايه كانت الاوبتيمم بوينت بتاعتي هي ايه هي دي يعني. اوكي. طبعا الانفرجن بتاع الماتريكس 2 باي 2 سهل يعني، ففي الكيس بتاعتنا ما فيش مشكله ان احنا نعمله يعني. انما لو احنا عايزين تبقى اكتر من كده بقى 3 باي 3 ولا حاجه يبقى الموضوع يعني اصعب شويه. اوكي. وطبعا كل ما بقت الايه كل ما بقت البروبلم بتاعتي يعني الدايمنشن بتاعها كبير كل ما بقى الانفرجن بتاع الموضوع ايه صعب يعني. تمام. طبعا هتاكد زي انها اوبتيم ان انا اجيب الجريدينت. حسبت الجريدينت طلع ايه طلع بزيرو عند النقطه الجديده. كويس. وسهل قوي ان احنا نثبت ايه نثبت ان النيوتن ميثود دي كويس بنقدر نحسب المينيمم بتاعها. يعني لو البروبلم بتاعتي كوادراتيك اقدر باستخدام نيوتن ميثود يجيب لي الايه يجيب لي الـ يعني الحل بتاعي في ايه في 1 iteration يعني. تمام. طيب في بقى عندي حاجة اسمها ماركتد ميثود. ماركتد ميثود دي اللي هي ايه اللي هي يعني
بتستخدم بقى يعني يعني دايما في يعني في عموما عموما في الايه في في النيوميريكال بشكل عام، ويعني في حاجات يعني لو انا بشتغل باي نيوميريكال ميثود وفي عندي اكتر من طريقه بتحل نفس البروبلم، وانا عايز ان انا استخدم يعني كل الادفانتجز في كل الطرق الممكنه، عايز ادمج كل الادفانتجز بتاعت كل الطرق الممكنه في طريقه جديده، نعمل حاجه اسمها بنجيب هايبريد ميثود. يعني هايبريد ميثود دي ببساطه ان انا ايه ان انا بحاول ان انا استفيد من الـ من الـ من الادفانتجز بتاعت كل ميثود. فانا ايه انا عارف ان السيبس ديسنت بتديني لارج ستيبس، يعني انا ايه بوصل يعني احنا حتى ايه ناقشناها الكلام ده واحنا ايه واحنا بنتكلم في الايه في الطريقه بتاعت يعني مهروترا او الانتيرير بوينت ميثود، السيبس ديسنت او النيجاتيف جريدينت بيديني بيجيب لي لارج ستيبس كويس، بيديني ستيبس بعيده عن النقطه اللي انا واقف عندها، وده بيبقى مفيد في بدايه الايه في بدايه الالجوريزم، وخاصه لو انا ايه في النقطه الانيشال بوينت بعيده عن الايه عن المنطقه اللي فيها الايه اللي فيها الاوبتيمم يعني كويس. طيب وكل ما اقرب من الاوبتيمم كل ما يبقى يعني محتاج ان انا اوصل للاوبتيمم بطريقه سريعه، لان يعني ممكن ايه لو انا قريب في الفيزينيتي كويس بس بشغال بطريقه زي الستيبس ديسنت همشي ايه ببطء زي ما شفنا في المساله اللي احنا كنا حليناها المره اللي فاتت يعني كويس. بدا ايه بدا يكونفرج الاول، بدا يكونفرج لو انتم فاكرين كان النورم في الاول كانت الجريدينت كان واحد وواحد، النورم بتاعه كان اثنين سكويرد يعني، وبعدين في الخطوه الثانيه في الستيبس ديسنت 0.2 0.2، فيعني ايه كويس يعني مشيت ايه خطيت خطوه يعني خطوات كبيره يعني، بس ايه بس بس إيه هبتدي بقى اتحرك ببطء علشان اوصل للايه للمينيمم بتاعتي كويس. فهو هنا ماركت بقى عمل ايه عمل خد الاثنين مع بعض حطهم في ايه في يعني في الجوريزم واحد، بحيث ان هو يعني الاول يعني انا طبعا ايه النيوتن بتجارانتي ان هي بتوصل للاوبتيمم كويس از لونج از ان الايه ان الهيسيان بتاعي بوزيتيف ديفينت زي ما انتوا قلتوا يعني. طب عشان اضمن البوزيتيف ديفينتنس دي بتاعت الماتريكس بي كويس ما ينفعش ابتديها منها من الاول ماشي. ايه احسن ماتريكس او ايه الماتريكس اللي هي يعني اللي هي تبقى بوزيتيف ديفينت وانا مطمن، ايه اشهر بوزيتيف ديفينت ماتريكس يعني ايه اشهرهم؟ الايدنتيتي اه الايدنتيتي بالظبط. الايدنتيتي از ايه فيري فيري كلوز يعني فيها بروبرتيز كتيره من الايه من الهيسيان، اولا انها سيمتريك يعني ماشي، احنا عارفين طبعا ان الهيسيان ماتريكس از ايه السيمتريك، فهي سيمتريك الايه اللي هي الايدنتيتي كويس. وكمان عشان هي يعني بوزيتيف ديفينيت كل الايجن فاليوز بتاعتها بوزيتيف وبحايد، فايه فدي دايما بتبقى ايه بتبقى ابيلينج للايه لل في النيوميريكال الجوريزمز يعني ان هو يستخدم الايه يستخدم الايدنتيتي في البدايه. فهو بيعمل ايه فبيكتب الماتريكس بيعمل ابروكسيميشن كويس للايه للهيسيان ماتريكس او بيابديت الهيسيان ماتريكس باسمها ماتريكس اسمها بي اي تيلدا، فان هو بيقول ان هو البي اي القديمه زائد الفا اي في الايه في الايدنتيتي كويس، وعلشان يخلي الـ يعني الالجوريزم ده يعني او يخلي الـ يعني البي اي بي اي تلدا دي ناحيه الايدنتيتي في البدايه يخلي الالفا اي ايه يعني ايه الفاليوز بتاعت الالفا اي اللي تخلي البي اي تلدا دي كويس اقرب للايدنتيتي من الـ من الماتريكس من الهيسيان ماتريكس في الكرنت بوينت، ان ياخد الالفا اي دي ياخدها بايه رقم كبير برقم كبير بالظبط. فهو ياخد ايه هياخد فاليوز للالفا كويس بارقام كبيره في البدايه كويس علشان يضمن ان الفاليو دي تبقى قريبه من الايه من الايدنتيتي وبالتالي تبقى بوزيتيف ديفينيت، فيبقى الستبس بتاعتها كويس يبقى يعني ريلايبل يعني، وبعدين يقلل الالفا دي از وي جو كل ما ايه كل ما يتحرك في ستيب في الالجوريزم ايه يقلل ايه يقلل الالفا دي كويس. ودي ده يعني ده اللي بيعمله بياخد الالفا في الاول بارقام كبيره مثلا 10 to the power 4 كويس، وبالتالي يبقى في البدايه لما اقول بي اي زائد الفا اي اي الانفرس بتاع الكلام ده كويس
لما يكون الرقم ده كبير قوي يبقى تقريبا الانفرس هيبقى هو الانفرس بتاع مين، بتاع الترم ده اللي هو التاني ده، فيطلع الانفرس بتاعه يطلع ايدنتيتي على واحد على الفا اي، يطلع رقم ايه يعني كونستانت في الاي، في الايدنتيتي ما زلت ايه، ما زلت انا بتكلم على الايدنتيتي ماشي. فالستيب هنا تبقى تبدو ان هي ايه، تبدو ان هي ستيبس ديسنت. ليه؟ لان انا لما اضرب الانفرس بتاع الهيسيان في الجريدينت كويس، الماتريكس الهيسيان طلعت ايدنتيتي في حاجه، لما اضربها في الجريدينت تطلع ايه، تطلع الجريدينت في الكونستانت ده، وانا ده السيرشن دايركشن، وانا باخد لامدا ستار، فانا هعرف اجيب احسن ايه، احسن لامدا في الاتجاه ده يعني تمام. فده ايه، فدي اول خطوه. كل ما اتحرك كويس وقرب للمينيمم او اقلل الالفا دي، فلما اقلل الالفا دي اوصل في الاخر انها تبقى مثلا فيري سمول نمبر، فتبقى البي اي هي الكبيره بالنسبه للالفا اي اي، وبالتالي تبقى هي قريبه من الايه، من الهيسيان، وانا قربت المينيمم فبقت البي اي دي بوزيتيف ديفينيت لان انا قريب من المينيمم، فده ايه، ده جود ايه، جود دايركشن يعني ماشي. فهو انا مستخدم ايه، مستخدم الهايبريد الجوريثم ده ببارامتر اسمه الفا، والالفا دي بيغيرها از وي جو يعني. فهو ان سامري لو هيعمل الجوريزم هيبتدي ازاي، هيقول ان انا يعني عندي اكس انيشال بوينت اكس 1 وعندي الفا اي واخده ايه، واخده فاليو بفاليو معينه ولتكن اللي هي رقم كبير كده، وعندي عندي تو بارامترز هنسميهم سي 1 وسي 2، دول هيبقوا هما البارامترز اللي بي ايه، اللي هما بستخدمهم علشان اغير الالفا، اكبرها او اصغرها تمام. فهاخد السي 1 دي ما بين 0 و1 علشان اصغر الالفا، والسي 2 عشان اكبر الالفا لو ايه، لو في كونديشن معين مش متحقق يعني. طبعا احط الاكس 1 بالاكس باكس 1 واحط الاي ب 1 واحسب الجريدينت ماشي. الخطوه اللي بعد كده ان انا ايه، ان انا اتاكد ان الجريدينت بتاعي مش بصفر او مش اقل من ابسلون معينه. لو انا وصلت للابسلون دي يبقى انا اخلص، ما وصلتش يبقى انا محتاج ان انا ايه، ان انا اتحرك في الالجوريزم كويس، احسب الايه الاس بتاعتي تبقى هي الماركريت ستيب اللي هي الجريدينت الهيسيان عند الكرنت بوينت زائد الفا اي في الايدنتيتي، واجيب الانفرس بتاع الكلام ده واضربه في الجريدينت وامشي اوبتيمال ستيب سايز في الدايركشن ده عشان اجيب النقطه الجديده. اوكي لو انا عملت النقطه دي وحسبت الاكس اي بلس 1 وطلعت الاف عندها اقل من الاكس من الاف، يبقى معنى كده ان انا ايه، ان انا عندي سكسسفول ستيب، يبقى انا وصلت النقطه ايه، الفانكشن في عندها ايه اقل من الايه، من الفانكشن عند النقطه اللي قبل كده كويس. طيب اعمل ايه، هروح هقبل الستيب دي واروح للستيب 6، اذروايز اروح للستيب 7. تفتكروا الستيب 6 اعمل ايه فيها؟ مين يقول تقريبا الستيب 6 هعمل ايه يعني قبل ما اوريها لكم يعني؟ هنقلل الألفا غالبا بقى. اه هقلل ايه، هقلل الالفا بالظبط، هقلل الالفا، فالالفا هصغر كويس بايه، بالسي 1 اللي انا ايه، اللي انا كنت مختارها من شويه، اللي هي اخترتها في الاول بارامتر اللي انا اختارها من شويه، فطبعا ده اقل من الواحد، فتبقى الالفا في الخطوه الجديده اقل من الخطوه، من الالفا في الخطوه اللي قبل كده، وازود الكاونتر واروح لستيب 2 ان انا تشيك الجريدينت وصل لل يعني، احسب الجريدينت وتشيك الجريدينت وصل للابسلون ولا لا، واكمل في نفس الايه، في نفس الاتجاه. لو دي ما طلعتش صح يعني الاف اي بلس 1 مش ايه، مش اقل من ال من الاف اي، يبقى معنى كده ان هي زادت مثلا كويس، يبقى انا كده مش الالفا دي مش كويسه، فهزودها مش كده بالايه، بالسي 2 واروح لستيب 4 ماشي، احسب تاني الايه، احسب تاني. هو طبعا ايه، ايه فايده دي، مين يقول ايه فايده ان انا ازود الالفا يعني، يعني ايه اللي ممكن، ايه السيناريو اللي ممكن يحصل اللي يخليني احتاج ان انا ازود الالفا، انا بديها ب 10000. مين يحاول يفكر كده ايه السبب، انه ممكن يبقى ايه الوضع يعني؟ ممكن تكون الفانكشن مش ستيب في النقطة اللي انا واقف عندها، فاحتاج ازود الالفا اكتر. اه او ان يعني انا ايه، ان انا ممكن يكون الجريدينت، لا الكرنت جريدينت ماشي، يكون الارقام فيه كبيره اصلا ماشي، ارقام كبيره، فلما اجمعها على الالفا اي في الايدنتيتي
فيطلع هو اللي بيدومينيت مش الاي هي اللي بتدومينيت، وبالتالي يبقى انا واقف في نقطه ما حسنتليش، او يعني الدايركشن ده ما حسنليش، ما جابليش دايركشن احسن من اللي انا واقف عنده. فانا محتاج ان انا يعني ايه ازود الالفا اكتر عشان اخلي التندنسي ناحيه الايدنتيتي، واللي هو يبقى يعني عشان يبقى اخد ستيب في اتجاه مظبوط يعني، ماشي؟ فده السبب يعني، كويس؟ وبروسيد وامشي في الاتجاه ده لغايه ما اكمل يعني. وهنا في اكزامبل ان انا لو انا عندي يعني نقطه اكس زيرو زي نفس المساله اللي هي اللي احنا بنحلها باكتر من طريقه يعني، وهنا بقى مدي شويه ارقام للالفا 1 والسي 1 والسي 2، دي بربع ودي ب 2، والابسلون ب 10 تو ذا باور نيجاتيف 2، كويس؟ فانا هبتدي امشي بالالجوريثم الاولاني، هبتدي عندي الصفر هحسب الجريدينت، كويس؟ بيطلع واحد نيجاتيف 1 عملناها كتير يعني ميني تايمز يعني، واللي واحسب الهيسيان، كويس؟ هجمع الهيسيان على 10 تو ذا باور 4 في الايدنتيتي، كويس، واجيب الانفرس بتاعها واضربها في الجريدينت، هيطلع ايه؟ يطلع رقم يعني. هو انا كده لما اجي ابص على الفاليو دي هلاقي ان انا اتحركت ايه يعني قللت بس ببطء شديد يعني، دي تقريبا زيرو بالنيجاتيف ودي زيرو بالبوزيتيف يعني، ماشي؟ بس لما اجي احسب الفانكشن عندها هلاقيها فعلا قلت يعني، هي قلت بحاجه بسيطه قوي بس قلت، كويس؟ فابتدي ايه ازود الالفا، ازود اقلل الالفا، انا اسف، انا هقسم على 4 فبقت ايه 2500، كويس، وازود الكاونتر وبروسيد بقى في الاتجاه دي. محتاجه ان انا اعمل ايه، ان انا اعمل لها كود عشان يبقى شكل ال يعني الالجوريزم بتاعي يعني يبقى اقدر اعمله احسبه بشكل سريع يعني، كويس. كويس، فانا لو اتحركت كذا مره بقى بالطريقه دي هلاقيني بايه بتحرك ببطء شوية في الأول، وبعدين في الآخر هوصل للمينيمم بشكل سريع، تمام؟ طبعا إيه يعني النيوتن ميثود، كويس، ده كان أول فاريشن من إن هو يستخدم الإيه، إن هو يستخدم الماركرد ألجوريزم ده، إن هو يحسن الإيه، يحسن ال يعني ياخد البوزيتيف يعني بوينتس من كل الألجوريزمز دي. طبعا في فاريشنز إيه أعقد من ده، بس ده إيه، ده المثال أنا حاطه هنا دي عشان بس أديلك فكرة إيه، ان انا ممكن في بعض الاحيان، كويس، اكريت نيو الجوريزم، كويس، يحاول استفيد من الايه، من البوزيتيف يعني بوينتس في الجوريزمز مختلفه، واحاول بقى ان انا ايه اكون الالجوريزم ده بيزد على الطريقه دي يعني، كويس. هو ماركت ده من الامثله، من الالجوريزمز المشهوره قوي في الاوبتمايزيشن، حتى في الماتلاب في فانكشنز ايه بتستخدمه في الماتشنج بالذات، او في ان انا بعمل يعني ماتشنج ما بين تو فانكشنز يعني، فالماتشنج ده بستخدمه يعني، بيستخدم فيه حاجه اسمها ليفنبرج مايكرو الجوريزم، ده يعني ممكن تبحث عنه كده هتلاقي ايه من الحاجات المشهوره جدا في الايه في الالجوريزمز يعني، تمام. طيب الحاجه بقى البريك ثرو بقى في الموضوع، او الحاجه اللي هي الافضل بقى من نيوتن ميثود، او الحاجات اللي هي الفاريانت منها يعني، حاجه اسمها كوازي نيوتن ميثود. طبعا كوازي نيوتن بتوحي الكلمه ان انا اعمل ايه، ان انا مش بحسب ال يعني مش بستخدم الهيسيان، لا بستخدم ابروكسيميشن للهيسيان، كويس. ففي شويه يعني هيستوريكال نوتس اباوت كوازي نيوتن ميثود، ان هي ايه، هي يعني في منتصف الخمسينات في عالم اسمه ديفيدون، كويس، واحد من العلماء كان فيزيست يعني شغال في ناشونال لابس في يونايتد ستيتس، هو عمل ديفلوبمنت للايه للالجوريزمز دي، كويس. والناس بدأت ايه اللي هو الماثيماتيشنز الكبار زي فليتشر وزي باول، بدأوا ايه ان هو يعني اكتب النيو الجوريزم ده زي ما هنشوف هو ايه بالظبط دلوقتي، وبقى ايه بقى ماتش 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 فاستر، وحسب الكونفرجنس بتاعه فطلع ان هو سوبر لينير يعني احسن من اللينير بس اقل من الكوادراتيك. وميزته ان هو زي ما قلت ان هو مش بيعتمد على الهيسيان، بيعتمد على الابروكسيميشن للهيسيان يعني، تمام. يعني هنا حاجه لطيفه ان هو ايه، هو عامله في الخمسينات فعلا، بس هو ما بقى نشروش غير في ايه، غير بعد
يعني 30 سنة تقريبا في إرسال جورنال اوف اوبتمايزيشن في 1991. اوكي، بيعتمد على ايه الكوازي نيوتن الجوريزم ده؟ بيعتمد على ان هو بيعمل ابروكسيميشن للهيسيان باستخدام ما يسمى سيكنت ايه سيكنت كونديشن. كويس، ده السيكنت كونديشن ده هو ببساطة ان انا ايه ممكن ابص له بطريقتين. يعني انا هو طبعا ده باي ذا واي بيسموه ايه، بيسموه الفاريبل متريك، يعني دي احد الايه احد الاسماء بتاعه الكوازي نيوتن ميثود. يعني ان انا لو انا عندي مثلا سكند ديريفيتيف، انا للاسف مش قادر اشغل البورد بتاعتي، في مشكله في الكونكشن. انا يعني بقدر اخش ب2 ديفايسز بس على زد سي كومبس يعني، فانا معايا 3 ديفايسز، فانا مش هقدر ادخل بالثالثه للاسف يعني. فانا حاولت اخش بالجيست اكونت بس مش راضي يدخل، يعني فمعلش بقى نحاول ايه يعني اشرح على قد ما اقدر ايه على السلايدز يعني. فانا دلوقتي بقول انا لو انا عندي سكند ديريفيتيف، عندي فيرست ديريفيتيف، فيرست ديريفيتيف اللي هو فانكشن سنجل فاريبل اف داش يعني، فاف داش بعمل لها ابروكسيميشن بالفاينات ديفرنس، بقول ايه، بقول اف ماينس اف على دلتا اكس. ده ابسط حاجه، مش كده؟ ده الديفينيشن بتاع الديريفيتيف يعني. فلو السكند ديريفيتيف عايز اعمل له ابروكسيميشن، فهقول الفيرست ديريفيتيف ماينس عند نقطه ماينس الفيرست ديريفيتيف عند نقطه ثانيه، كويس، ديفايدد باي الدلتا اكس برضه، كويس. فلما اروح للان دايمنشنال كيس، فكاني هضرب الدلتا اكس دي في الايه الناحيه الثانيه اللي انا بتكلم على ايه، على ما ينفعش اقسم عليها يعني، فهتبقى كان الهيسيان كويس ات ان بلس 1 بوينت هيبقى الدلتا اكس ماينس الديفرنس ما بين الايه ما بين الجريدينت عند ال 2 بوينتس يعني. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان هو بيحسب ايه او بيستخدمها لو انا مثلا عايز ايه استخدم الفيرست اوردر تيلور ابروكسيميشن للجريدينت. كويس، فالفيرست اوردر تيلور ابروكسيميشن للجريدينت هيبقى الجريدينت ات ان بلس 1 بيساوي الجريدينت at the current point، يبقى كأني ودي دي الناحية التانية، يبقى الجريدينت at the point اللي هي اكس اي زائد ال كويس الهيسيان كويس مضروب في الايه في اكس اي بلس 1 ماينس اكس اي اللي هو الستيب يعني. ماشي، ممكن نبص لها كده او نبص لها كده. المهم ده بنسميه سيكند ايه كونديشن. ايه الميزة فيه بقى؟ الميزة ان انا ممكن اقول ايه، انا لو انا عندي نقطتين كويس، انا ابتديت بنقطه x1 ورحت لنقطه x2 باتجاه معين، كويس، من النقطتين دول عايز اروح امشي في اتجاه، ماشي، عايز احسب الهيسيان عند الايه النقطه، عايز احسب الهيسيان عند النقطه x2 عشان اجيب نيوتن دايركشن وامشي في اتجاهه واجيب النقطه الجديده and so on. فالنقطتين اللي عندي دول انا لو حسبت الجريدينت عند النقطه الاولانيه والنقطه الثانيه، كويس كويس، فانا لو عندي نقطتين كده ماشي، نقطه واحده دي اكس واحد ودي اكس اتنين، كويس، وصلت ان اكس اتنين دي باي شكل يعني، دي اكس واحد كويس ودي اكس اتنين، وصلت لاكس اتنين بالسيبس ديسنت او بوات ايفر يعني. كويس، انا دلوقتي اقدر احسب الجريدينت هنا عند اكس واحد وعند اكس اتنين، فعندي ايه، عندي دول موجودين، يبقى انا عندي الجريدينت ماينس الجريدينت اقدر احسبه يعني، كويس، وعندي كمان النقطتين، كويس. فهل ممكن بقى من الاثنين دول يعني من الايه من البوينتس التو بوينتس والجريدينت عند التو بوينتس اعمل ابروكسيميشن للهيسيان؟ اه، بالايه، بالعلاقه دي، كويس. فالعلاقه دي لو انا جيت كتبتها بشكل ابسط يعني، انا دلوقتي عندي، خلي بالكم، انا عندي الهيسيان وعندي في حاجه اسمها الهيسيان، او يعني ان انا بعمل ابروكسيميشن للهيسيان او بعمل ابروكسيميشن للانفرس هيسيان. طبعا ايه النيوتن ميثود، كويس، النيوتن ميثود اللي احنا يعني بصدد مناقشتها يعني، كويس، بتستخدم الانفرس هيسيان، مش كده؟ اجيب الانفرس اضربه في الانفرس بتاع الهيسيان، اضربه في الجريدينت جبت النقطه الجديده. فانا ايه، فالناس بتتكلم على ايه، ان انا يا اما اعمل ابروكسيميشن للهيسيان او اعمل ابروكسيميشن للانفرس هيسيان، كويس. فهنبص لها ايه، الهيسيان هنسميها بي والانفرس هيسيان هنسميها اتش، وهنجيب فورمولا لدي وفورمولا لدي، كويس. فالفورمولا الاولانيه بتاعت السيكند كونديشن في حالة الايه، ان انا بعمل ابروكسيميشن، بعمل ابديتنج للهيسيان ماتريكس يعني، فهي البي هتساوي الاس اي، بتساوي البي في الاس اي بس البي اي بلس 1 في الاس اي بتساوي ايه الواي اي. الواي اي ده اللي هو الايه الديفرنس ما بين الجريدينتس، والاس دايما ده بنرمز لها بايه، اللي هو السيرشن دايركشن يعني، اللي هو اكس اي بلس 1 ماينس اكس اي. تمام، طيب انا دلوقتي انا عارف ايه من الايكويشن دي، انا عارف الواي اي وعارف الاس اي بس مش عارف البي اي بلس 1، كويس. فانا كده عندي كم، لو انا هتكلم بقى على سيستم اوف ايكويشنز، فانا عندي كده كام ايكويشن، كويس، عندي
n equations مش كده؟ لان انا عندي دول كده لما اجي احسبهم هيطلع لي بيساوي ايه الدايمنشن بتاع الواي اي كام، ده فيكتور n، ففيها n equations. بس عندي كام unknown بقى في الماتريكس، في البي ماتريكس، how many unknowns انا عندي في البي بي اي بلس 1، كم عدد ال unknowns؟ ان سكويرد كده صح؟ n squared بالظبط. طيب لو هي كمان لا بس هي الماتريكس دي بت ايه بتابروكسيميت الهيسيان، والهيسيان ماله سيمتريك، يبقى مش هم مش ان سكويرد صح، هيبقوا اقل شويه صح. ليه؟ لان انا عندي كان مثلا اللي فوق الدياجونال زي اللي تحت الدياجونال، فيبقى عدد الايه عدد الانونز هيقل، هيبقى بالظبط ان في ان بلس 1 على 2. تمام. المهم دلوقتي انا عندي ايه، عندي ان ايكويشنز، ان ايكويشن في ان ان سكويرد انونز كويس، وبالتالي يبقى انا عندي لو انا حليت السيستم ده هيطلع لي نوت يونيك. نوت يونيك يبقى ايه، عندي عدد لا نهائي من التشويسز علشان اجيب منها البي اي بلس 1. فبيحاولوا يقللوا التشويسز دي بانه يحط ايه، يحط كونديشنز زياده كويس. فاول كونديشن يتحط كويس انه هي ان هي عشان هي سيمتري، عشان هي سيمتريك هاز تو بي سيمتريك، ما ينفعش اعمل ايه استخدم ماتريكس واقول ان هي دي الهيسيان وما تبقاش سيمتريك، لان هي الهيسيان باي ديفينيشن السيمتريك ماتريكس كويس. فكده هيقلل عدد الانونز اللي ايه من ان سكويرد ل ان ان بلس 1 على 2 كويس، ده هيبقى اقل من ان سكويرد كويس. طيب الحاجه بقى البريك ثرو اللي هو تم بقى، او يعني كوازي نيوتن ميثودز، ان هو بيعمل ايه، ان هو بيجيب بيحاول ان هو يقول ان البي اي بلس 1 اللي هي الابروكسيميشن الجديد بالنسبه للبي اي هاز لو رانك. هاز لو رانك دي معناها ايه، معناها ان الديفرنس ما بين البي اي بلس 1 والبي اي يبقى اقل ما يمكن، يبقى احاول اقلل الايه الديفرنس ما بين الاثنين دول، اخلي الديستنس بينهم او الديفرنس ما بينهم اقل ما يمكن كويس. ده هنوصل له بطريقتين كويس. يعني هنقولها كمان شويه في السلايدز اللي جاي. بس دلوقتي يعني في شويه كل دي ريكويرمنتس، اولا انها تبقى سيمتريك، ثانيا تبقى لو رانك، ثالثا انا لازم ابتدي بمتريكس تبقى تنفع اكمل بيها. يعني فاي ايه انسب اختيار، زي ما قلنا من شويه ان البي نود اللي انا ابتدي بيها يا اما تبقى حاجه من الاثنين، يا اما تبقى الترو هيسيان، يبقى انا كده حسبت الايه الهيسيان وانس اند فور ايفر في بدايه الالجوريزم وهعتمد عليها في الـ يعني في الباقي يعني، او ان انا ابتديها بالايدنتيتي، وده موست ايه موست اوف ذا كيسز يعني. يعني معظم الناس بتستخدم الايدنتيتي از ستارتنج ايه يعني ابتدي بيها يعني. وطبعا ايه الميزه في ده، الميزه في الايدنتيتي اولا انها سيمتريك فبتحقق الشرط بتاع السيمتري، ثانيا بوزيتيف ديفينيت فبتحقق الشرط بتاع البوزيتيف ديفينيتنس، ان انا لو انا اخترتها اعتمدت عليها في البدايه كماتريكس يعني اعرف اجيب لها الانفرس بسهوله وتتحول البروبلم بتاعتي لايه لانها سيبس ديسند في اول خطوات يعني كويس. الحاجه بقى الثالثه، في ناس بتحط كونديشن على الايه على البوزيتيف ديفينيتنس عشان افضل يعني ايه، انا علشان يبقى النيوتن ميثود بتاعتي بتكونفيرج او توصلني لنقطه تبقى احسن من النقطه القديمه عشان تبقى ديسنت دايركشن زي ما ناقشنا من شويه، لازم تبقى ايه، لازم تبقى احنا ايه لو شلنا الواي اي ده، احنا قلنا ايه الواي اي يعني احنا قلنا ان السيكند كونديشن هو ده، يبقى الواي اي هي بي اي بلس 1 في اس اي. فانا لو ضربت الطرفين في اس اي ترانسبوز، ضربت هنا في اس اي ترانسبوز وهنا اس اي ترانسبوز كويس، فبقت هنا ايه اس اي ترانسبوز في البي اي بلس 1 في الاس اي، فده ايه ده كوادراتيك فورم. لو انا قلت بقى ان اس اي ترانسبوز اس اي ترانسبوز في واي اي صفر، يبقى انا كده ايه عملت ايه يعني عملت امبوزنج ان انا ايه ان تبقى الماتريكس الجديده تبقى بوزيتيف ديفينيت، يبقى انا كده عملت ايه عملت كونديشن، حطيت كونديشن على البي اي بلس 1 انها تبقى بوزيتيف ديفينيت يعني كويس. فانا حطيت كده كونديشنز زياده عشان تضمن انها بوزيتيف ديفينيتنس، فده ايه ده يقلل كمان برضو الايه يقلل الكونديشنز اللي هي موجوده على الايه على الدايمنشن، فيخلي التشويسز اللي انا بادي بيها دي اللي هم كانوا كتير دول يقللوهم، يقلل التشويسز دول فاوصل لايه لماتريكس تبقى فعلا بتحقق الشروط اللي احنا قلناها دي، ان هي تبقى سيمتريك وانها بوزيتيف ديفينيتنس وبوزيتيف ديفينيت وان هي لو رانك. تمام. دكتور اقول معلش، هو احنا هيبقى معانا البي اي بلس 1 والبي اي، لا يعني احنا معانا البي اي وعايزين نجيب البي اي بلس 1
اوكي يعني تمام. احنا معانا البي نود وعايزين نجيب البي 1، فعشان نجيب البي 1 كويس هنحط بقى شويه شروط، يعني البي 1 دي لازم تبقى قريبه من البي نود لو رانك، وان هي تبقى سيمتريك، لازم تبقى سيمتريك، ولازم تبقى كمان بوزيتيف ديفينيت كويس. فكل الشروط اللي هنحطها دي تخلي ايه، تخلي ان انا اوجد البي 1 دي تبقى اقدر اوصل لها، يعني ايه يعني احط عليها كونديشنز زياده وبالتالي اقدر اوصل لها بسهوله. يعني هي مش بسهوله، يعني هي في الاخر هيطلع فورمولاز ليها زي ما هنشوف. يعني فانا ايه ايه النقطه، النقطه هرجع تاني للسلايد اللي قبليها، انا عندي ايه، انا عندي البي اي، عندي البي اي كويس، انا ايه ابتديت بنقطه اكس واحد كويس، ووصلت نقطه اكس اتنين كويس، فانا عندي اعرف احسب الجريدينت عند اكس واحد والجريدينت عند اكس اتنين، عندي البي عند ايه، عند الميتريكس بي عند الاكس واحد اللي هي مسميناها بي نود، وانا عايز اجيب الايه، عايز اجيب البي عند الايه، عند الاكس اتنين عشان امشي في اتجاه جديد باستخدام البي ايه، البي اتنين دي كويس. فعشان اجيب البي اتنين دي هو بقى كل الديسكشن اللي احنا بنتكلم عنها دي، فلازم تحقق السيكند كونديشن دي اول حاجه، ولازم تبقى سيمتريك، ولازم تبقى لو رانك، وفي بعض الناس بتحط عليها ايه بوزيتيف ديفينيتنس، بوزيتيف ديفينيتنس كونديشن، ان هي تبقى كمان تبقى بوزيتيف ديفينيت يعني كويس، عشان ايه، علشان اضمن ان يبقى الدايركشن في الخطوه كده يبقى ايه، يبقى ديسنت دايركشن. ماشي يا احمد؟ اوكي تمام ماشي. طيب في بعض الناس بتحطها بيعمل ايه، بيحطها في الشكل اللي انت شايفه ده، بيعمل ايه، بيقول انا عندي بي اي، هو احمد كان بيقول لي دلوقتي انا عندي البي اي ولا ما عنديش، عندي انا عندي البي اي وعايز اجيب البي اي بلس 1، فانا اروح محولها لاوبتمايزيشن بروبلم، اقول ايه، اقول انا عايز اجيب الماتريكس بي ما اعرفهاش لسه، بحيث ان يبقى بي ماينس بي اي النورم ما بينهم يبقى اقل ما يمكن كويس، يبقى بمينيمايز النورم ما بين الايه، ما بين الماتريسيز. طبعا المينيمايزيشن ده يعني سوري، النورم في حاله الماتريسيز بيبقى ليه ديفرنت شيبز، يعني الناس اللي خدت نيوميريكال قلنا في عندي حاجه اسمها فوروبينيوس نورم، حاجه شبه الايه كوليديان في الفيكتورز، وفي بقى يعني حاجات كتيره، يعني في انفينيتي نورم، وفي عندي في نورمز كتيره يعني. المهم ايه، ان سام سنس زي ما هو مكتوب كده يعني. فالنورم يا يبقى دكتور انا انا عندي سؤال، هو احنا ليه قلنا ان احنا عايزينها لو رانك؟ كويس، اللو رانك ايكويفالنت للايه، للمينيمايزيشن دي. لو رانك يعني ايه؟ يعني انا عايز يبقى الفرق ما بين الماتريكس اللي انا هجيبها والماتريكس القديمه تبقى اقل ما يمكن، يبقى انا اغير فيها تغييرات يعني اقل ما يمكن علشان احافظ على ان هي سيمتريك واحافظ انها بوزيتيف ديفينت كويس. فاللو رانك دي مقصود بيها كده ان انا ايه، ان انا عايز اغير فيها تغييرات طفيفه بحيث ان انا احافظ على ايه، ان هي تبقى يعني قريبه من القديمه، والقديمه دي انا ضامن مبتدي من ان هي ايه، ان هي بوزيتيف ديفينت وسيمتريك، فيبقى الجديده اللي هي البي اي بلس 1 تبقى برضو سيمتريك وبوزيتيف ديفينت، وبتحقق الكونديشن اللي هو السيكند كونديشن ده، سيكند كونديشن، ودي الايه، ودي السيمتريك يعني. ماشي، فدي كلمه لو رانك. كلمه لو رانك دي هتترجم حالا دلوقتي للستبس، يعني احنا هنشوف هنعمل ايه يعني، انا بس بدي الثيوري بشكل عام يعني. ماشي يا سلمى؟ تمام. ماشي. فهو هما بيكتبوها في صوره مينيمايزيشن بروبلم كويس. المينيمايزيشن دي معناها اللو رانك، بتضمن اللو رانك، ودي بوزيتيف دي سي انها سيمتريك وانها بتحقق السيكند كونديشن. تمام. ايه اشهر بقى حاجات، يعني اشهر فورمولاز بتستخدم في الموضوع ده، اللي هما يعني اللي احنا هنتكلم عنها اسمها بي اف جي اس فورمولا، ده اختصار برويدن فليتشر جولد فارب اند شانو، دول العلماء، العلماء اللي هم يعني ايه اتعاونوا في ان هم يوجدوا الفورمولا دي، فسمت باسمهم جميع اسمها بي اف جي اس، ودي من اشهر الفورمولاز اللي موجوده يعني في الكوازي نيوتن الجوريزمز يعني. وفي عندي الاس ار، في الاس ار 1 اللي هو سيمتريك رانك 1، وفي حاجه اسمها برويدن ابديت كويس، وفي عندي حاجه اسمها دي اف بي اللي هو دي اف بي اللي هو ديفيدون فليتشر اند باول، دي ايه مجموعه تانية من العلماء عملوا ايه، عملوا ابديت ثانيه. ديفيدون اللي هو قلنا اللي هو ابتدى الايه، ابتدى الموضوع بتاع كوازي نيوتن، وديفيدون فليتشر اند باول اللي هم انذر تو ساينسز ساعدوه يعني، او يعني اتعاونوا مع بعض فعملوا ابديتس معينه. ففي فورمولاز بقى هنشوفها دلوقتي مع بعض، هنستنتج بعضها وبحيث نفهم هي جت ازاي،
علشان نشوف يعني الموضوع اتحرك ازاي يعني. كويس، هنبتدي الاول بالايه، بالاس ار 1. كويس، موضوع اللو رانك ده مقصود بيه ايه؟ تعالوا كده نشوفها كده. انا دلوقتي انا هقول ان انا عندي البي اي، عندي البي اي وانا عايز اجيب البي اي بلس 1. كويس، فانا roughly speaking هقول ان انا هجمعها على correction matrix، سي اي دي اسمها correction matrix، هجمعها على البي اي بحيث تجيب لي البي اي بلس 1، بحيث ان ايه، ان ال يعني الكوريكشن ماتريكس دي لازم تحقق بعض الشروط. كويس، علشان يبقى المجموع ده يديني ماتريكس جديده تبقى بتحقق السيكند كونديشن، السيكند كونديشن، وفي نفس الوقت ايه، تحافظ على السيمتري والحاجات اللي احنا قلناها دي. طيب، فاول تكنيك يعني كويس، ان هو يعمل ايه، يعمل حاجه اسمها رانك 1 ابديت. رانك 1 ابديت يعني ايه؟ الماتريكس سي اي دي كويس ان هي نفس الدايمنشن بتاع الماتريكس بي، فهي ان دايمنشن يعني الماتريكس ان باي ان. يعني لما اقول الماتريكس بتاعتي الرانك بتاعها واحد، ماتريكس ان باي ان الماتريكس الدايمنشن بتاعها واحد او الرانك بتاعها واحد، ده معناه ايه؟ معناه ايه رياضيا لين الجبرا؟ معناه ايه لما كل ماتريكس الدايمنشن بتاعها هي ان باي ان بس الرانك بتاعها بيساوي واحد، ده معناها ايه؟ ان معناها الكولومز مالتيبلز من كولوم واحد منهم يعني. بالظبط ان انا يبقى عندي ماتريكس، يبقى في عندي كولون اساسي وبقيه الكولونز كلها يعني ايه لينير كومبينيشن منه، فده معناه انها رانك 1. كويس، طيب فانا لو خدت اي فيكتور، لو انا خدت اي فيكتور ضربته في نفسه اوت بيسموه اوتر برودكت، يعني ضربت الفيكتور في نفسه، يعني ده الفيكتور اهو ده كولون، كولون فيكتور ضربته في ايه، في نفس الفيكتور بس ايه رو فيكتور، لما يكون عندي كولون فيكتور مضروب في رو فيكتور يديني ماتريكس ان باي ان ولا لا؟ عندي الماتريكس ده الفيكتور ده ان باي 1. كويس، ان باي 1 فيكتور هيبقى 1 باي ان، لما اضربهم في بعض يديني ماتريكس ان باي ان، بس ايه، بس الماتريكس الجديده دي مالها؟ رانك 1. ليه رانك 1؟ لان هو يعني هي كلها كاني ايه، كاني خدت الفيكتور ده ضربته في الاليمنت الاولاني كويس، فاداني اول فيكتور في الماتريكس، وبعدين ضربته في ضربته نفس الفيكتور ضربته في الاليمنت الثاني كويس، فاداني ايه، اداني الفيكتور الثاني في الماتريكس and so on، مش كده؟ فكاني كونت الماتريكس بتاعتي كلمه اوتر برودكت، اوتر برودكت على طول بتطلع لي ايه، في عندي انر برودكت وفي اوتر برودكت، لما اضرب الفيكتور نفسه انر برودكت يديني النورم بتاعه، وده سكيلر، سكيلر ايه فاليو، لما اضرب الفيكتور في نفسه اوتر برودكت يديني ماتريكس بس الماتريكس دي رانك 1. كويس كده، فانا كده ضامن ان السي دي كويس دي رانك 1. كويس، عشان كده مسميه رانك 1 ابديت. فانا لما اجمع الماتريكس بي اي على ماتريكس رانك 1 ابديت فيبقى الصم بتاعهم ده يطلع ماتريكس جديده اسمها بي اي بلس 1، دي هتبقى ايه، كانها قريبه جدا من الماتريكس الاصليه بايه، بابديت اسمه ايه، رانك 1 ابديت. كويس، طيب انا دلوقتي عندي انا حطيت هنا في الماتريكس كتبتها الفا زد اي، زد اي ترانسبوز. كويس، انا متاكد ان الماتريكس دي رانك 1، بس انا عندي دلوقتي احدد الزد اي ازاي واحدد الالفا ازاي، في عندي اختيارات كتيره، كل ما احط كل حد ما يحط اختيار كويس كل ما يبقى ايه، ما يبقى ده واحد من الاختيارات اللي ممكن اختار بيها الابديت بتاعي. كويس، بس لازم ايه، لازم الاختيارات دي كلها تبقى تحقق بعض الشروط، الشرط الاساسي اللي انا ببقى مهتم جدا بيه اللي هو السيكند كونديشن. فالسيكند كونديشن هعمل ايه، انا هضرب السيكند كونديشن، هو احنا قلنا من شويه ان بي اي بلس 1 بيساوي بي اي بلس 1، بي اي بلس 1 مضروبه في اس اي تديني واي اي، ده السيكند كونديشن ماشي، اللي هو الابروكسيميشن اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول يعني. طيب فانا هضرب ايه، هضرب دي في اس اي، ضربت هنا في اس اي، ضربت هنا في اس اي، ضربت هنا في اس اي، بي اي بلس 1 في اس اي لازم تساوي واي اي اللي هو الناحيه الشمال دي. كويس، هنا في عندي بي اي في اس اي نتيجه انا ضربت يعني. كويس، انا ضربت هنا ايه، زد ترانسبوز في اس اي، زد ترانسبوز في اس اي ده الاس ده فيكتور والزد اي ده رو فيكتور، يطلع لي سكيلر، السكيلر ده انا خدته احركه في اي اتجاه، ضربته في الالفا يعني قلت الالفا في السكيلر ده وطلعت الزد دي بره يعني ماشي، لان ده سكيلر يعني، فطلع لي الشكل ده. كويس، الشكل ده هيخليني ايه، يخليني اختار الزد اي بطريقه لطيفه قوي. اولا انا ايه يعني احد الاختيارات للالفا ده هي تبقى ايه،
انها تبقى واحد على زد اي ترانسبوز في اس، لان انا لما احط الالفا بواحد على زد اي ترانسبوز في اس تطلع ايه؟ يطلع ده بواحد، مش كده؟ الفاليو دي تطلع بواحد، وبالتالي الزد اي تبقى مين؟ تبقى واي اي ماينس بي اي اس اي. فده اختيار، يعني يبقى الزد اي تبقى ايه؟ واي اي ماينس بي اي اس اي. يبقى انا كاني هطرح الايه؟ هطرح الديفرنس ما بين التو جريديانت، كويس، اللي هو الواي اي ماينس البريفيوس هيسيان مضروبه في الستيب، يبقى ده هو ده ايه اسمه الزد. ويبقى الالفا، كويس، هي واحد على زد اللي انا لسه حاسبه دلوقتي ترانسبوز في اس اي، ويبقى ده اختيار، ده بنسميه ايه؟ بنسميه الايه؟ الرانك 1 ابديت. يبقى الاس هتبقى ايه؟ السي السي ماتريكس ايه هتبقى ايه؟ هتبقى يبقى انا الكوريكشن بتاعي اقدر اكتبه بايه؟ بالشكل ده، تبقى بي اي بلس، كويس، اللي تحت ده هو الالفا، كويس، وزد في زد اي ترانسبوز اللي هو ايه؟ دول الاختيار اللي احنا ايه اخترناهم يعني. فده اسمه ايه؟ اسمه اس ار اس ار 1، كويس. فده ده بنسميه ابديتنج متر، ابديتنج فورمولا للهيسيان ماتريكس. في واحده شبيهه منها، شبيهه بيها يعني، بالايه؟ ابديتنج متر، ابديتنج للايه؟ للانفرس هيسيان. احنا سميناها الانفرس هيسيان، سميناه اتش. يبقى انا عايز اجيب اتش اي بلس 1 بدلات الايه؟ الاتش اي، كويس، فيطلع حاجه شبه اللي فوق ده، ماشي. هو لو انت بصيت كده ببساطه كده، هو مين يقول لي السيكند كونديشن؟ احنا السيكند كونديشن بتاع ال سوري السيكند كونديشن السيكند كونديشن في الحاله بتاعت ايه؟ بتاعت الماتريكس دي، اللي هو ده، صح؟ ده السيكند كونديشن، ده احنا خدناه كده معانا، تمام، حطيناه هنا كده عشان يبقى قدامنا كده مثلا في اي اتجاه، كويس. ده السيكند كونديشن، كويس. فالسيكند كونديشن ده هو لو انا عايز يعني ايه اكتب واحد شبهه، بس في الايه؟ في حالة الايه؟ في حالة الانفرس، الانفرس يعني الاتش، يعني اعمل ايه؟ ايه يبقى ابسط حاجة؟ اتش اي بلس 1 في واي كل اس. بالظبط، صح كده. يعني انا كاني هعمل، كويس، كاني هجيب الانفرس، مش كده؟ فانا عندي دي ايه؟ دي السيكند كونديشن في حاله ايه؟ في حاله الهيس يعني. في الحاله الثانيه بتاعه الانفرس بقى، فكاني عايز اجيب الاتش، فكاني هضرب في الانفرس، ماشي. لما اضرب في الانفرس يبقى انا هضرب في هنا في اتش اي بلس 1، فدي هتروح ويتبقى هنا اس اي بتساوي اتش اي بلس 1 في الايه؟ كاني هعكس الايه يعني، هجيب دي الناحيه دي، اجيب الانفرس بتاعها فتطلع هنا، كويس. فيبقى السيكند كونديشن بتاعي يتحول كاني ايه؟ كاني شلت كل واي كتبتها اس، وكل اتش كتبتها، كل بي كتبتها اتش، وكل اس كتبتها واي، وكل واي كتبتها اس. فلما لما اجي ابص على المنظر ده من هنا لهنا الاقي ده اللي حصل فعلا، الواي بقت اس، والبي بقت اتش، والاس بقت ايه؟ بقت واي، وكل حاجه فضلت يعني. ده بقى ده الشكل العام. ده هنا ليه الانفرس هيسيان احسن من الهيسيان بالنسبه لي يعني، من وجهه نظر الكوازي نيوتن ميثود، ان انا بحتاج الانفرس هيسيان في ان انا النيوتن ميثود هي نيجاتيف انفرس الجريديانت في نيجاتيف الانفرس بتاع الهيسيان في الجريديانت. فانا لو عندي الانفرس هيسيان في البدايه، يبقى انا كل اللي انا عايز اعمله، انا عايز ابديت الايه؟ الانفرس هيسيان في كل خطوه يعني. فانا استخدم ايه؟ استخدم الخطوه دي، او استخدم الايه؟ الفورمولا دي، ماشي الحال. طيب هنا ايه؟ في عندي مشكله كبيره في الايه؟ في الاس ار 1 ابديت، ان هو ايه؟ ان هو يعني مش بيحافظ على البوزيتيف ديفينتنس بتاع سواء كانت الماتريكس الهيسيان او الانفرس بتاعها. فده بيحصل، انه بيحصل بريك داون للالجوريزم بعد كام خطوه كده يعني. يعني لو انا بادي بالبي او الاتش بوزيتيف ديفينيت، كويس، ده ما بيضمنش انها تبقى ايه، الشكل ده ما بيضمنش انها تبقى دايما ايه؟ بوزيتيف ديفينيت يعني، كويس. فبيبريك داون بعد ايه؟ بعد فتره يعني، تمام. الرانك 2 ابديت تفتكر إيه معناه ايه قبل ما اكمل يعني؟ يعني انا دلوقتي رانك 1 ابديت، قلنا انا عندي الماتريكس الاصليه هجمع عليها ماتريكس، بس تبقى الماتريكس اللي هي اللي انا كوريكشن ماتريكس دي تبقى ايه؟ تبقى رانك 1. فكاني بعمل اوتر برودكت ما بين ايه؟ ما بين فيكتور ونفسه، وبعدين بختار الفيكتور ده ليتر اون بيزد على السيكند كونديشن اللي عندي، كويس. الرانك 2 ابديت تفتكر ايه اللي هيفرق؟ هيبقى ايه؟ اعمل ايه عشان يبقى عندي رانك 2 ابديت؟
هو ممكن بدل ما هو كان فيكتور هيبقى ماتريكس، بس الدايمنشنز بتاعها اكنها تو فيكتورز مع بعض مثلا، ولا ايه؟ ماشي، حاجة قريبة من ده، بس ايه هو ممكن حاجة أبسط. ممكن بدل ما نعمل فيكتور نفسه، فيكتور مع لينيرلي اندبندنت فيكتور عنه، يعني فيكتور فيكتور تاني بدل زد وزد، يبقى زد ان مثلا، او حاجة يعني ويتش مثلا. بس هو هي مشكلة الاختيار ممكن ده، نضيف مرتين فرانك ون. ابديت ابديت مرتين، يعني ايه ابديت مرتين؟ يعني اعملها على تو ايتريشنز يعني. أو يعني أجمع اتنين فيكتورز فرانك ون. صح، سلمى صح. انا ايه هعمل ايه؟ بدل ما يبقى فيكتور في نفسه، هو اللي قاله محمود فيكتور في فيكتور تاني، وكان عايز يقول ان هو ايه، ان انا عايز اجيب ماتريكس تبقى يكون فيها في تو لينيرلي اندبندنت فيكتورز، مش فيكتور واحد يعني. بس دي ما اقدرش اعملها غير ان انا افصلهم، يعني انا اقول ايه، اقول زد واحد بزد واحد ترانسبوز، وزد اتنين بزد اتنين ترانسبوز، فيبقى دي ماتريكس رانك 1 ودي انذر ماتريكس رانك 1، لما اجمعهم على بعض يبقى رانك 2، مش كده؟ يبقى انا عملت كاني عملت كوريكشن مرتين زي ما قالت سلمى، يعني رفلي يعني. ويبقى انا دلوقتي عندي ايه، لما اجمعهم على الماتريكس الاصليه يبقى انا ايه، يبقى انا يعني حسنت الماتريكس بشكل يعني برانك 2، يعني انا بقت عندي في تغييرات اقوى من الخطوه اللي فاتت يعني. كويس، بس مشكله الشكل ده ان انا دلوقتي عندي ايه، عندي تو ميني ديجريز اوف فريدم، عندي ايه الفا وعندي بيتا، وعندي اختار الزد واحد ازاي وزد اتنين ازاي علشان اقدر اكمل يعني اقدر اعمل الكلام ده يعني. دي ايه دي يعني مشكله. بس الميزه ان ايه، ان انا الديجريز اوف فريدم الزياده دي تخليني ايمبوز كونديشنز على ال يعني ان انا احط كونديشن بتاع البوزيتيف ديفينتنس اللي انا كنت بتكلم عنه من شويه، ان انا اما احطه هنا يبقى امبوز الكونديشن بتاع البوزيتيف ديفينتنس يخليني اقدر يبقى عندي فليكسيبيليتي ان انا اختار الزد 2 والزد 1 باشكال مختلفه عشان احافظ على السيكند كونديشن وفي نفس الوقت احافظ على البوزيتيف ديفينتنس. تمام كده؟ طيب انا مش هدخل بقى في تفصيل احنا جبناهم ازاي، اللي هم الالفاظ والزد، انما هو يعني هنناقشهم بعد ما ايه، بعد ما اوجدناهم. فانا عندي عندي بي اف جي اس ابديت. كويس، البي اف جي اس ابديت ده بيختار الالفا والبيتا والزد بشكل معين، لما نيجي نعمل لهم اناليسز نلاقيهم بيحققوا السيكند كونديشن بالظبط يعني. ماشي، تعالى كده نشوفهم كده مع بعض. هو هنا اختار ايه؟ كانه اختار الزد 2 اختارها واي اي. كويس، فلما يضربها في نفسها تبقى واي اي في واي اي ترانسبوز، والبيتا هي واحد على البرودكت ده. انا خلي بالك انا بحقق السيكند كونديشن، بس السيكند كونديشن بتاعي هو ايه؟ ان انا اضرب كل ده في اس اي، اضرب في اس اي هنا، اضرب في اس اي هنا، اضرب في اس اي هنا، واضرب في اس اي هنا. كويس، والبي اي بلس 1 في الاس اي تبقى واي اي، يبقى انا هحط هنا ايه في واي اي. كويس، مكان الايه، مكان الليفت هاند سايد ده. تمام، كويس، يبقى انا عندي هنا الليفت هاند سايد بتاعي في هنا ايه واي اي، وفي اس اي مضروبه في كل ايه، في كل الترمات دي. طيب الاخرانيه دي الاس اي مضروبه في الزد 2 ترانسبوز. كويس، هتبقى سكيلر، يبقى البيتا واحد على الكلام ده. ماشي، يبقى واحد على زد 2 في الايه، في الاس اي، وانا اخترت الزد 2 بواي اي، فتبقى واي اي ترانسبوز في اس ايه، في اس اي، وفوق تبقى الفيكتور في الترانسبوز بتاعه. تمام، طيب وهنا هختار الزد 1. كويس، طبعا الاختيار ده يعني الاختيار ده مع الاختيار الزد 1 ان هي تبقى، يعني هضرب هنا في اس اي، فتبقى زد 1 في الاس اي هتبقى الالفا واحد على زد 1 في الاس اي. كويس، واختار الزد 1 تبقى هي بي في الاس، مختار الايه الاس 1 بي في الاس. كويس، يبقى الزد 1 تبقى بي في الاس في الترانسبوز بتاعه. كويس، والبي دي سيمتريك فالترانسبوز بتاعها هو نفسها، والالفا هتبقى الزد في الاس، والزد هي بي في اس في اس ترانسبوز، فتبقى اس ترانسبوز بي اس، فيبقى اللي تحت كوادراتيك 4. كويس، ويبقى فوق الشكل ده، ده اسمه البي اف بي اف جي اس بي في جي اس ايه بي اف جي اس ابديتنج فورمولا. كويس، في فورمولا يعني مستنتجه منها. كويس، في حاله الايه، في حاله الاتش، لو انا عايز اجيب الايه ابديت الانفرس هيسيان يعني.
ده الشكل ده. الحاجات دي طبعا مش مطلوب انك تحفظها، بس انا اقصد ايه يعني، انا بحاول بس افهمك هو اختياراته جت ازاي يعني. كويس. فالبي اف جي اس ابديت هو بالمنظر ده يبقى كده، والايه وللانفرس هيسيانت يبقى ايه، يبقى الشكل ده. كويس. في بقى يعني علاقات او في بعض الفورمولاز بتحول لي اقدر اوصل من هنا من دي لدي بشكل معين يعني، بنسميها هديها لكم كمان شويه يعني. كويس. في بقى مجموعه تانية اسمها دي اف بي اللي هي ديفيدون فليتشر اند باول. كويس. الديفيدون فليتشر اند باول لو انت خدت بالك الايه الانفرس هيسيان بتاعته، كويس، زي بتاعه الانفرس هيسيان بتاعته قريبه من الايه من الـ بي اف جي اس ابديت بتاع البي. يعني لو لما تيجي بحط الاثنين جنب بعض كده وتقارن تلاقيه بيبدل الاس بالواي والاتش بالاي زي ما قلت من شويه، فتديني دي بالظبط. والايه والانفرس ابديتنج فورمولا بتاعت البي اف جي اس هي الايه الابديتنج فورمولا بتاعت الدي اف بي بتاعت البي. كويس. برضو بنفس ايه بنفس الطريقه يعني. فهنا ايه في مجموعه بقى يعني اقصد من الايه من الابديتس المختلفه وايه، وعملوا لها يعني زي يعني عملوا لها زي فورميليشن بشكل عام، ان هو يعني ممكن يعمل ديفرنت يعني كومبينيشن ما بين الحاجات وبعضيها يعني. المهم ان هو ايه الاناليسز اللي اتعمل دي الفورمه دي اسمها شيرمان مورسون وودبري. كويس. بايه بتحول لو انا عندي يعني لو انا عندي الابديتنج فورمولا بتاعت ماتريكس. كويس. ازاي اجيب الابديتنج فورمولا بتاعت الانفرس بتاعتها، يعني لو عندي الاي دي الماتريكس اللي عندي والاي هات دي الابديت بتاعها بان انا جمعت عليها الكوريكشن ده. الكوريكشن ده يو في ترانسبوز في كل اللي احنا قلناه يعني، ممكن يبقى لو اليو ده فيكتور والفي ترانسبوز هو والفي هو الترانسبوز بتاعه. كويس. فيبقى ده رانك 1. لو اليو دي ماتريكس فيها كويس يعني لا كان 2 في ان يعني، فتبقى يديني رانك 2 ابديت، او 3 يبقى رانك 3 ابديت ان سو اون يعني. فلو انا عندي الابديتنج فورمولا بتاعت ماتريكس وانا عايز اجيب الابديتنج فورمولا بتاعت الانفرس بتاعها، فاستخدم الايه الطريقه دي. مش هندخل بقى في تفاصيلها، ليها بروف ممكن تعمل ايه سيرش عليها وتدور عليها يعني، اقصد مش هدخل انا في تفاصيلتها يعني، بس ايه انا حطيتها لك كده اوت اوف كوريوستي يعني. كويس. يعني انما كان بي بروفن بقى ان البي في اف بي اف جي اس ميثود كويس بت ايه بت اكزيبت سوبر لينير كونفرجنس ايه نير الاكس ستار. كويس. و يعني لقوا ان ال ان ال ان يعني البيبس دي يعني بيست انكونستنت فاريبل متريك ميثود يعني احسن من الدي اف بي في ايه يعني بالنسبه لايه لبعض الالجوريزمز يعني. تمام كده. بس هو هنا بس في حته مهمه ان هو ايه ان هو إيه احنا واحنا بنستنتج الطريقه قلنا الاس بتاعتي هي اكس اي بلس اكس اي بلس 1 ماينس اكس اي. ماشي. لو انا احط كمان معاها اللامدا ستار فتتغير شويه، يبقى تبقى الفورمولا بدل ما هي يعني مثلا هنا اس في اس ترانسبوز اس اي في اس اي ترانسبوز على اس اي، هتبقى ايه فيها لامدا ستار، هتظهر لامدا ستار فوق. ليه؟ لان عندي اللامدا ستار بتبقى مضروبه دايما في الاس، فانا هضربها في الاس دي مره وفي الاس فوق مرتين فوق مرتين، اللامدا ستار هتظهر مرتين فوق ومره تحت، هيتبقى في لامدا ستار، فيبقى الالجوريثم فيه ايه في لامدا ستار هنا يعني لامدا اي ستار يعني. ماشي. لو انا بعمل وان دايمنشنال سيرش يعني. تمام. طيب فكده يعني هيبقى المطلوب مننا بس ان احنا ايه يعني ان انا اما اجي استخدم يعني ايه ده الريفرنسز بتاعتي. انا كده خلصت يعني. يعني هيبقى المطلوب ان انا ايه ان انا وانا بستخدم النيوتن ميثود كويس، بدل ما استخدم نيوتن ميثود بدل ما استخدم الهيسيان كويس، لا استخدم واحده من الفورمولاز اللي فاتوا دول. كويس. يا اما دي اف بي كويس، يا اما ايه يا اما بي اف جي اس. لو انا مثلا استخدم دي اف بي دي بتاعت الانفرس، يبقى انا ايه افترض الاتش في الاول بالايدنتيتي كويس، واتحرك خطوه احسب الواي والاس، ومن الواي والاس كويس واحسب كمان اللامدا ستار في اتجاه الاس كويس، واحط اضيفها هنا يعني، واجمع كل ده على الاتش القديمه، اجيب الاتش الجديد واخد الاتش الاي بلس 1 دي، هي ايه هي كانها نيوتن ستيب. كويس.
استخدمها كانها الانفرس هيسيان، يعني في ايجاد ايه نيوتن ستيبس، البي دي اف بي او البي اف جي اس. طبعا لو هستخدم بي اف جي اس، لو انا هستخدم دي كويس اللي هي البي يعني، يبقى انا هحتاج ان اجيب لها الانفرس في كل خطوه، او استخدم دي في ايه، في ايجاد الايه الانفرس يعني. كويس، فهيبقى بس المطلوب يعني هنا الجزء ده ما بنعملوش يعني مانيولي، يعني اقصد ايه دي ما ينفعش اعملها خالص بالايه بايديا. هو اي نعم في اكزامبل في راو ماشي بيعملها كده، بيمشي كام اتريشن بيها يعني، ممكن تجرب بيها يعني، لان الماتريكس دي هنا يعني سهله ان انا يعني اعملها بانها 2 باي 2، فممكن امشي بيها خطوتين ولا حاجه، بس هي نيفر نيفر بي يوزد يعني ايه يعني ببرن بنسل يعني، محتاجه انها تتعمل ايه، هعمل لها الجوريزم وابتدي احط انيشال فاليوز واخلي الالجوريزم هو اللي يتحرك يعني. في اكسرسايز برضو تاني، ده سامبل، ده سولفد اكزامبل موجود في راو يعني، ممكن لما نتقابل اعمله لكم على البورد يعني، ان احنا بنقدر نثبت ان ايه، ان دي اف بي از كونجكت جريدينت ميثود. كويس، ايه المقصود بيها يعني؟ يعني مين يقول لي طيب يعني ايه معنى ال اللاين ده، وانا احاول اوضحه اكتر لو ما اسمع منكم يعني. ازاي انا عايز بقول show that ان دي اف بي is a conjugate gradient method، يعني عايز اثبت ايه يعني؟ مين يقول؟ ان هي لو هي الماتريكس دايمنشن بتاعها 2، قصدي البروبلم دايمنشن بتاعها 2، فهي تتحل في خطوتين، اللي هو اه بس انا عايز اثبتها، مش ماتريكس 2 في 2، عايز اثبتها بشكل عام. عندي ماتريكس، عندي البروبلم بتاعتي ان دايمنشنال، وانا عايز استخدم دي اف بي الجوريزم كويس علشان اثبت اللي هو الدي اف بي فورمولا يعني اللي هي فاتت دي. كويس، عايز استغل دي كويس في ان انا اثبت ان الدي اف بي، لو انا هشتغل كوازي نيوتن بدي اف بي كويس، الكوازي نيوتن الجوريزم دي اف بي از ا كونجكت جريدينت ميثود. كويس، فيبقى انا هفرض الاول ان البروبلم بتاعتي كوادراتيك بس ان دايمنشنال، مش 2 دي، فكأني انا عايز اثبت ايه. مين يقول؟ دي ان بدايه ال SI و SI plus 1 تبقى conjugate على بعض. بالظبط، ان انا اثبت ان اس اي بلس 1 كويس كونجكت على اس اي وذ ريسبكت تو ماتريكس ايه. يبقى انا هبتدي الاول، انا عندي كوادراتيك فانكشن كويس اللي هي هاف اكس ترانسبوز اي اكس بلس بي ترانسبوز اكس بلس سي كويس، دي الماتريكس الهيسيان بتاعها ايه كويس، او يعني الـ سوري الـ يعني الايه، هي الايه، هي الهيسيان طبعا، ده مظبوط يعني، بس انا عايز امشي ان انا ايه، ان انا بابروكسيميت، هبتدي بماتريكس كويس اسمها اتش اي كويس، وهابديت الماتريكس اتش اي دي بالفورمولا دي كويس، هتجيب لي دايركشن جديد كويس باستخدام الاتش اي بلس 1، الدايركشن الجديد ده اسمه اس اي بلس 1، واثبت ان اس اي بلس 1 كويس اورثوجونال كويس او كونجيجيت وذ ريسبكت تو ماتريكس ايه مع الدايركشن القديم اللي هو الاس اي ده. ده بدايه البروف يعني، ففكروا فيه كده لغايه ما نتقابل المره الجايه، وانا هعمله لكم على البورد يعني، شويه حاجات كده على البورد بقى اللي هي الايه البروفس بتاعت الثيرمز اللي احنا سبناها وكده يعني. ماشي يا جماعه، وده سولفد اكزامبل في الايه في الكتاب، لو عايز تبص عليه كده تمشي ايه يعني تتحرك معايا كده عشان تتاكد بس السيكونس يعني، وبعد كده اروح على طول على الايه على الامبلمنتيشن. احنا طبعا دخلنا في الامبلمنتيشنز من بقالنا فتره، ويبقى يعني الحاجات عشان تبقى مور افيشنت يعني، فهمك ليها يبقى مور افيشنت انك تعمل لها امبلمنتيشن وتقارن الحاجات ببعضيها يعني. وده ده الريبورت الاخير يعني اللي انا طلبته يعني، ان انا امبلمنت الوان دايمنشنال سيرش بفيبوناتشي وكيوبيك وكوادراتيك، واعمل بقى يعني امبلمنتيشن لفليتشر ريفز وباول ونيوتن وكوازي نيوتن وقارن يعني. ماشي، متهيألي نيوتن مش موجوده، كوازي نيوتن يعني، وبقارن بقى في عندي حاجه اسمها بنش مارك بروبلمز، مسائل كلها يعني ايه حاجات شبه الايه شبه المساله دي كده بس اعقد شويه، وايه وشوف كل ايه كل الجوريزم منهم بيوصل بعد الامبلمنتيشن اللي عملته ده بيوصل في هاو ميني اتريشنز، واقدر بقول ده احسن من ده امتى وده احسن من ده امتى، وده ايه ده الكونكلوجن اللي احنا ممكن نطلع بيه من الكورس يعني. ماشي، فور مور انفورميشن بقى على الجزء ده نسيت، ده انا رايت في تشابتر 5 اند 6 وراه في تشابتر 6.